أيضا كان زاهدا رحمه الله تعالى. وأذكر لما ذكر لي إخواننا هناك كان عند الشيخ الذي سبقونا، جاء الملك خالد رحمه الله تعالى إلى عنيزة وزار الشيخ في بيته، ثم أهدى للشيخ عمارة قال هذه هدية مني لك. فقال الشيخ بل هي وقف على طلبة العلم، وهي على موقع ممتاز وكبيرة جدا من حيث المساحة، ومع هذا أوقفها الشيخ مباشرة، مجرد أعطاها إياه الملك قال هي وقف لطلبة العلم، وأوقفها لطلبة العلم، وكان يسكنها طلبة العلم فقط هذه العمارة التي أهديت للشيخ، وهذا من زهده. وكان بيته من طين رحمه الله تعالى، ولم ينتقل إلى بيته الثاني إلا في آخر أيامه، وكان يعني بضغط من أولاده وأسرته أنهم ينتقلون من بيت الطين، وإلا كان ملازما لذلك البيت رحمه الله تعالى. وأنا في فترة دراستي هناك وجلوسي عنده رحمه الله تعالى أدركت البيتين، بيت الطين وبيت المسلح للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى.